للأسف الشديد يحز في نفسي أن أرى ما يصل إليه الواقع أو المواقع التواصل الاجتماعي، كون أنني يعني عشت في مواقع التواصل الاجتماعي كرائد من رواد التواصل الاجتماعي، يعني من بدايتي كانت من 2009، ويعني وكيفاش كان غادي وكيفاش كان غادي لو كونتوني أو المحتوى المغربي، كان غادي بواحد الطريقة اللي هي جميلة جدا. كانت الفكاهة، كان العلم، كان اللي بغيتي كان، ولكن كان واحد يقدم بصورة اللي هي محترمة وتحترم المشاهد. للأسف الشديد أنه فور ما بداوا تظهروا بعد يعني بعد النماذج في مواقع التواصل الاجتماعي، للأسف الشديد عن طريق أغلبيتهم كتلقاهم طالعين من الميكرو تروتوار، فبدينا كنشوفوا واحد النوع آخر الذي يضرب قيم المغربية المحافظة عرض الحائط، يعني كيجري وراء الفلوس. وبطبيعة الحال هذا المحتوى هذا للأسف الشديد كنشوف أنه هو اللي كيلقى واحد شعبية كبيرة، وكيلقى واحد يعني حتى الطريقة باش كيطلع في طوندونس يعني بواحد الطريقة خرافية، لأنه بطبيعة الحال لقى واحد المادة اللي هي المشاهد المغربي تيعجبو هذاك المحتوى، كتعجبو الفضيحة، كيجيه الفضول، خاصو يشوف هذا ماله مع مرتو، هذه مالها مع صاحبتها، فتيخليو انهم كيجريو ورا هذا المحتوى. والرابح في الاول والاخير هو هذاك السيد، لانه في الاخر كتلقاه تيدير واحد 10 الملايين السنتيم او 5 الملايين السنتيم، لانه بداك المستوى الثقافي اللي عنده الاكاديمي، كون جا بغى يحصل على هذا المبلغ هذا ما يحصل حتى على الربع ديالو. فبطبيعه الحال هذا الشيء اللي ساهم، هذه الارباح الماليه الضخمه اللي كيجنيو هاد الناس هي اللي كتساهم بانتشار هذا المحتوى. دابا اليوتيوب وتيك توك ولا شغل اللي ما لا شغل له، صبحنا كناخذوا هاد مواقع التواصل الاجتماعي على اساس انها كنحاربوا بها البطاله، وكنحاربوا بها الفقر. تعاونوا معاه، راه دار واحد الشين يوتيوب، تعاونوا معاه، ديروا ليه لايك وسبسكرايب. سيد كدير ليه لايك سبسكرايب كتكبروا، سيد كيشبع شي شويه كيولي يسب فيك انت الاول. فهذه ظواهر. وفي الاخير ملي كتجي دابا ملي كتقول هاد الهضره تيقول لك لا الناس تيدبروا على راسهم، ونفس هذا الشخص يقول لك لا حول ولا قوه الا بالله هذا المحتوى. يعني ولينا كنعيش واحد سكيزوفرينيا معينه في مواقع التواصل الاجتماعي. وصراحه ما كرهتش انه يكون واحد التنظيم اكثر لهذا المحتوى هذا. ما غنقولش تقنين، لانه ما بغيتش ندخل في حريه التعبير، ولكن خاص يكون واحد التنظيم معين على الاقل، غير دوك القوانين الكلاسيكيه اللي عندنا اللي كتطبق في ارض الواقع في الواقع نقدروا نطبقوها في المواقع. لانه وحده مثلا كتعرى، راه الا تعرات في الشارع راه بطبيعه الحال راه غادي تلقي عليها القبض بتهمات الاخلاء بالحياة العام. ولكن في الفيسبوك وتيك توك وهذا ما عندناش مشكل، خليها تعرى كيما بغات، خليها تلفظ باش ما بغات، ما كاينش اشكال. دابا ملي تنهضر على الربح خصنا نتفقوا على واحد المساله، حيت كاين تروا موديل باش كيربح هاد، اولا نقدروا نقولوا نختزلهم في دو موديل باش كيربح هاد السيد. كاين نقولوا تخوا موديل حسن، كاين يوتيوب، حيت حنا ملي تنقولوا يوتيوب ولا تيك توك هذا راه موديل، ولكن راه كاين ارباح اخرى كيجنيو هاد الناس، كيجنيو انطلاقا من دوك الاشهارات اللي كيديروا، انطلاقا من لي جيف اواي وطمط لي جيف اواي، لان لي جيف اواي كاينين دي زانفلونسور اللي دخلوا 50 مليون في جيف اواي وحده، في وحده دخلات 50 مليون، اللي دخلات 40 مليون، كل وحده علاش قضى على حساب القاعده الجماهيريه اللي عندها. هادو لي جيف اواي. عاد خلي لي بارتنير، راه كاينين دي زانفلونسور اللي كيوصلوا حتى 30 مليون 20 مليون، وكاين طبيعة الحال يوتيوب وهذا، فتبقى ديك المسألة ديال 10 المليون، يقدر يوصل 11 12 13 مليون يعني كمعدل كيدخلوا في السنة في الشهر عفوا. وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.